السلام ومرحبا بكم الناس كل. اليوم جيناكم بهاتف جديد اللي هو ايغريك 15 اس بالنسبه للفيفو. هذا هو الهاتف، وباش نعلمكم كيفيه وضع البصمه بالنسبه للهاتف الجديد اللي نزل في اخر 2022. اول حاجه لوجوا على مكان البصمه، لا نجد مكان البصمه من الخلف ولا من الامام. اوتوماتيكمون باش نمشيو للبصمه نلقاوها في مكان فتح واغلاق الهاتف، باور والاوف، اون والاوف. كيفاش نعملو؟ ندخلوا على الاعدادات البارامتر، على البارامتر نلوجوا على كلمه سيكوريتي كيما تشاهدوا، نضغطوا على كلمه سيكوريتي، نلوجوا على البصمه، البصمه امبرانت، نضغط عليها. هنا يطلب مني بادخال رقم سري او كود او شيما اللي تحبوا نتوما، نحطوا احنا شيما باش ما ننساوش. على سبيل المثال نحطوا كلمه ال، نعملوا هكا اوكي. يطلب مني بتاكيد النمط اللي دخلته، نحطوا له ال مره اخرى تاكيد. هنا يقول لي ايكران واحد، قول له اوكي. شاهدوا الصوره، يطلب مني بإدخال البصمة على اليمين مكان فتح وإغلاق الهاتف، نقوله أوكي. هنا يخرج مكان معناتها البصمة على الإكران باش نعبيوها. شاهدوا نحط صبعي على مكان البصمة، شاهدوا بدا يمتلئ باللون الأزرق. نركز أنا على البلايص الفارغة، نحاول نحط صبعي فوق اللوطة يمين يسار باش الاماكن الفارغه تمتلئ. فوالا، عمليه سهله ما تاخوش برشا وقت، فقط بضع من الثواني. اذا تحب تسرع تسرع، تحب تكون بطيء لا مشكل، المفيد المكان يمتلئ. فوالا تمت العمليه بنجاح. نخرج توا ونسكر الهاتف نتاعي توا باش نجرب الهاتف فيفو ايغريك 15 اس سرعة البصمة نتاعو قداش توصل. ولا مش لازم ننزلو نزلة قوية، معنتها فقط تحط صبعك على مكان البصمة، ولا كيما تشاهد بصمة الى حد الان سريعة جدا. نسكر، ولا بصمة ممتازة ممتازة جدا. في بضع من ليست ثواني لكنها اقل اجزاء من الثانيه. هلا فقط حط صبعك كيما هكا، الهاتف يتحل. بصمه ممتازه جدا بالنسبه لفيفو ايغريك 15 اس. نجم نحطوا اكثر من بصمه على هذا الهاتف. ندخلوا على الاعدادات سيكوريتي كيما دخلنا اول مره، امبرانت كيما دخلنا اول مره، نحطوا الرقم او الشمال حطيناه اول مره. هنا عندي اجوتي اضافه بصمه ثانيه كما تشاهدوا على الصوره، كيف كيف نفس مكان البصمه. توا فما اللي يحب اليمين، فما اللي يحب اليسار، نغير الاصبع واليد على نفس العمليه. فوق اللوطه يمين يسار، نتحكم في البصمة ونتبع شنو هو قاعد يقول لي. فما أماكن فارغة يلزمني نكملهم، ولا تمت العملية بنجاح المرة هذه بسرعة. عندي زوز بصمات، ولا بصمة رقم 2 ممتازة كيف كيف، وبصمة رقم 1 ممتازة. ولا عملية سهلة، إذا حبيتوا تحطوا إصبع ماهوش مسجل من غير ما تحاولوا الهاتف ماهوش باش يتحل، من غير ما تحاولوا. ولا كما عجبتكمش الطريقه نجمو نفسخوا البصمه اللي دخلناها، نحطوا فوالا الشيما اللي حطيناه اول مره. ندخلوا على البارامتر سيكوريتي، بصمه اللي ادخلناها شيما. هنا كيما تشاهدوا عندي بصمه رقم 1 وبصمه رقم 2. نضغطوا على الحاوية هذه الكوبال سوبريمي و سوبريمي. فوالا فسخنا كل شيء بنزلتين، ما عادش عندنا حتى بصمة.
يقعد كان الشيما. كان تحبوا تكملوا تنحيوا الشيما كيف كيف الاعدادات سيكوريتي فيغياج، نحطوا الشيما نتاعنا ونضغطوا على اوكون لا شيء، تم فسخ كل شيء، ما عادش عندنا حتى شيء ولا طريقة سهلة ولا. شكرا اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل هم وجديد. الى اللقاء.